المشاهدين بس القايمة سريعا وأعود لإليك عشان المشاهدين يبقوا عارفين القايمة. ضمت من محمد الشناوي، شريف إكرامي، وعلي لطفي في حراسة المرمى، أحمد فتحي، صابر رحيل، علي معلول، وسعد سمير، ومحمد نجيب، وأيمن أشرف في خط الدفاع، حسام عاشور، عمرو السولية، هشام محمد، ميدو جابر، وليد سليمان، وأحمد حمدي، وإسلام محارب، كريم ندفد، عبد الله السعيد، وليد أزارو، وجونيور أجاي، مروان محسن، وصلاح محسن. ده قائمة النادي الأهلي اللي كابتن حسام البدري أعلنها لمواجهة منانا إن شاء الله 8 مساء غدا الثلاثاء في استاد القاهرة. عايزين بقى التشجيع الجميل من جمهور النادي الأهلي والدعم الكبير. لعيبة النادي الأهلي محتاجة التشجيع الكبير، وادي بعد انتهاء المران، وادي جونيور أجاي، والتركيز كان باين على كل اللعيبه. كابتن حشيش، اللعيبه خارجه في حاله دوري ابطال افريقيا في الاذهان، الكل يعني حتى امامنا ازار وادي احمد حمدي في حاله تركيز. بص فاروق، طبعا ده عاده النادي الاهلي ان طبعا بياخد، انا متاكد ان كل اللعيبه خلاص نسيت بطوله الدوري دلوقتي خلاص، ايا كان انهم حسمها النادي الاهلي او لا، بيبدا في بطوله جديده، كل المعطيات بتبقى في دماغ اللعيبه وهي بتتمرن ومستعده او في المعسكر بتاعها لمباراه الغد. الجهاز الفني اعتقد انه قادر ان هو يفصل بين البطولات، بين بطوله الدوري وبطوله افريقيا. زي ما بقول لك النادي الاهلي، الحاجه العنصر اللي هيبقى عنصر ايجابي قوي هو لعب النادي الاهلي بعد فتره غياب كبيره جدا على استاد القاهره في البطولات الافريقيه. ده انا اعتقد عنصر استاد القاهره والجمهور اللي ان شاء الله هيبقى حاضر بكره هيبقى عامل ايجابي للنادي الاهلي. ما تنساش برضو ان النادي الاهلي السنه دي بيبدا افريقيا وهو في اعلى مستوياته. نعم. وكل اللعيبه جاهزه، وكل اللعيبه من الناحيه الفنيه والبدنيه. هل تصدر الدوري بدري يا كابتن والى حد ما اقتراب حسم البطوله يدي تمام النادي الاهلي اريحيه في بطوله افريقيا؟ 100%. انت ما عندكش عبء نفسي ان انت بتلعب بطوله جديده وانت لسه البطوله اللي بطوله الدوري انت لسه بتفكر فيها ولسه مش عارف ايه اللي هيحصل. انت الحمد لله متربع على القمه، يعني لو هنتكلم يعني شبه النادي الاهلي حسم، خلينا بسرعه اكتر كابتن، النادي الاهلي حسم البطوله بشكل كبير، فانت بتفكر بقى في البطوله الاخرى اللي هي انا اعتقد اهم دلوقتي بالنسبه لينا كلنا وبالنسبه لجمهور النادي الاهلي ومجلس ادارته والجهاز الفني واللعيبه.